لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معانا درس جديد من دروس الحروف الهجائية وتعلمها ونطقها بالطريقة الصحيحة. ومعانا النهاردة حرف لذيذ جدا اسمه حرف S. S capital, S small. ومعانا حرف الاس شوية بيكون صعب على الطالب لان بيحتاج في ليونة في القلم الرصاص وفي مرونة ويلف فيها. بسميه اس زي التعبان. بقول له اطلع فوق السطرين ولف لغاية ما اول ما توصل للسطر الاولاني لف تاني اعكس لفتك اهو زي التعبان من فوق ولف. واول ما اوصل للسطر الاولاني لف واعملها زي السي المقلوبة تاني اهو كأنها سي من فوق ولف تاني يبقى اس كابيتال اس كابيتال اس كابيتال. وبالمناسبة ما تقولهوش ان السي مقلوبة وتقلبها تاني سي مقلوبة لان انا بقول لحضراتكم كده. لكن لو بيتلخبط لما بتدخل حرف في حرف وبيحفظ ان ده حرف سي فانا بقول نيجي من فوق نوصل بين فوق السطرين لف والمس السطر الاولاني ولف تاني اس كابيتال. الاس سمول هي بس بين السطرين. همشي شوية على السطر الاولاني ولف ولف وانزل امشي شوية على السطر التاني اس سمول. لازم تكون بين السطرين اهو. The S says, every letter makes a sound. The S says, امشي على السطر الاولاني والف وامشي شوية على السطر التاني. S small. اهو. اجي من فوق اهو. فوق السطرين. ده السطرين بتوعتي. اطلع من فوق شوية الف وانزل والف تاني. S capital. واديك ال S small بين السطرين. S small. شكرا لحضراتكم. نلتقي ان شاء الله مع درس جديد من دروس تعلم اللغة الحروف الإنجليزية ونطقها بالطريقة الصحيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.